منذ 20 عام وأكثر من 20 عام منذ حقبة الزمن الماضي أنه كان الفساد مستشري، ولكن اليوم يعني هيئة النزاهة والسيد السوداني أعتقد يعني جازم على أنهاء هذه المسألة. يعني ما شفنا هسه أحد لازمين فد واحد فساد عد ملزوم على فشي على ماكو شيء. هناك فساد مستشري، هناك أموال مهدورة، نعرف أن هناك أيد خارجية تريد من العراق يكون ضعيف عسكريا وأمنيا وصناعيا وزراعيا حتى لا يكون لا يقارن بالدول المتطورة. مكافحة الفساد تحتاج إلى دعم من الحكومة والمواطن أيضا لمكافحة هذه الآفة الكبيرة. حياكم الله. الفساد هو اللغز الوحيد اللي ما نفك شفرته بالعراق طيلة عقدين من الزمن، وبكل لحظة من هاي الأعوام ينهش بجسد مؤسسات الدولة العراقية ويقضي على طموح وحقوق المواطن العراقي. والواقع المؤلم أن مكافحته مجرد شعارات تطلقها الحكومات المتعاقبة ببرامجها، وبالنتيجة نشوفه يستفحل بدون رادع قانوني أو حتى رادع أخلاقي. تريليونات تروح وتجي ومشاريع وهمية ومتلكئة، والأموال المنهوبة تدخل وتخرج بالحسابات المصرفية للفاسدين. فهل سيبقى الحبل على الغارب أم أن لحكومة السوداني كلام آخر؟ خليكم ويانا بهذا الملف. من أصل 180 دولة مدرجة في القائمة، واقع أفرزته تراكمات صفقات الفساد التي صالت وجالت في الموازنات الانفجارية وحطت الرحال في العقود والمشاريع الوهمية، ليكون الناتج فاسدين عاثوا بالبلد وخطفوا مقدراته وتركوا المواطن يعيش واقع المعاناة لا واقع الخدمات. حكومة السودان مضت بنهج واضح وصريح بمكافحة الفساد والوقاية منها لما يمثله من مخاطر تؤثر سلباً على المؤسسات الحكومية والخدمات العامة المقدمة للمواطنين. تضمنت تعزيز إجراءات الرقابة الداخلية وتوسيع نطاق عملها من خلال رفع المستوى الإداري لتشكيلات التدقيق والرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى إعمام دليل الرقابة الداخلية المعد من ديوان الرقابة المالية الاتحادي على الجهات الحكومية كافة، كذلك إعداد مشروع قانون هيئة الرقابة الداخلية الاتحادية استناداً إلى أحكام المادة 108 من الدستور. الفساد المستشري والإجراءات الحكومية لمكافحته يخوضان معركة كبيرة وغير متكافئة. فهل ستنتصر حكومة السودان بالقضاء على الفساد وإنهاء مسيرته في العراق، أم أن صوت الفاسدين سيبقى صادحاً بوجه المؤسسات والمقدرات؟ رح نفتح محور ملفنا الأول ونتكلم به مع ضيفنا الناشط في مجال مكافحة الفساد الأستاذ سعيد ياسين. حياك الله. أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً أستاذ سعيد. بصراحة ليش الفساد متمركز على قمة الهرم في العراق؟ شنو السبب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك سيدتي. حياك. وللكادر وللمشاهدين الكرام. الحقيقة هي منتج جريمة الفساد، يعني منتجة من مجموعة من التصرفات الاجتماعية وتخلف الوعي وغياب الإرادة السياسية، بالإضافة إلى تخلف الأساليب الرادعة. ولذلك يعني كمجتمع مكافحة فساد بالابتداء نذهب إلى الجانب الوقائي. احنا الجانب الوقائي عندنا ضعيف. احنا خلينا نرجع، ست ذكرت عدة عوامل للفساد، لكن أكيد أكو فد عامل وأكو سبب حقيقي خلاه يستفحل بهالشكل يا أستاذ ياسين. نعم. غياب الإرادة السياسية، لأن إحنا أنا وياش مواطنين عاديين نطبق القانون، يطبق القانون علينا، ولكن عندما يستثنى السياسي بالمسائلة والمحاسبة
وحمايته واستغلال النفوذ، الاتجار بالنفوذ، الاستثمار بالنفوذ، راح تصير الهيكلية الإدارية للدولة هكذا. وعلما بأنه نظام المحاصصة السياسية أثرت بشكل كبير بحيث يعني تراجعت عملية المساءلة، وهذا الجانب شيء يساعده؟ يساعده تخلف القوانين، يعني منها قانون العقوبات الذي لا يلائم النظام الديمقراطي، الاستثناءات اللي موجودة لدى الإجراءات الحكومية. أي يعني مشكلتنا تشريعية لو تنفيذية؟ هي منظومة، احنا عندنا منظومة إدارة الحكم ضمن نظام النزاهة الوطني، عندنا 9 أعمدة أساسياتها القيم المجتمعية، الوعي العام، الإرادة السياسية. نعم. والأعمدة لهذا النظام السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية، الجهات الرقابية، الإعلام، منظمات المجتمع المدني، القطاع الخاص، والمنظمات الدولية، التعاون الدولي. طيب. هذه الأعمدة توصلنا إلى سقف، هذا السقف فيه 3 محاور مهمة، هي التنمية المستدامة، حقوق الإنسان، وينتج لنا حكم رشيد. والحكم الرشيد من مبادئ الحكم الرشيد هي المساءلة والمحاسبة، المشاركة والاستجابة، والتوافق، مو هذا التوافق السياسي مالنا، التوافق على ثوابت، يعني الأطراف الحاكمة تتفق على أنه جريمة الفساد لا حماية على الفاسد. ليش ما متفقة؟ متفقين، آسف سيدتي يعني ما أحكي بسبب، بس متفقين سلبا، لأن وصلنا إلى هذه النتائج. ها متفقين سلبا على تمرير هذا الموضوع؟ نعم، هذا أنا أتحمل مسؤولية. طيب. مفردتي يعني منكم علاقة. إيش كنت تقدر نسبة الأموال اللي أهدرت في عقدين الماضيين؟ أنا عندي رقمين، أكو رقم مدقق من سنة 2006 إلى 2014، رقم مدقق يعني مو من عندي، هذا 350 مليار دولار. آخر رقم وصل إلى 450 مليار دولار، يعني من 2014 صعودا تكاليفه، جزء منه سرقة، جزء منه في العقود والمشتريات الحكومية، جزء منها استحواذ على الممتلكات، ولكن قيمتها بحدود 450 مليار دولار. بمعنى حتى المشاهد يعرف، بمعنى ثلث إيرادات العراق النفطية فقط، معنينا بالإيرادات الغير النفطية، ثلث الإيرادات النفطية اللي هي تقريبا تريليون و400 مليار، أكثر من 400 مليار. ممكن نسوي للعراق هسه؟ احنا محتارين حقيقة. هسه احنا إذا نشتر الماضي حقيقة أكو هناك كلام كثير، لابد من البداية، لابد من خطوة أولى من أجل المعالجة. هي كل الحكومات تيجي ترفع هذا الشعار اللي حضرتك أنت قاعدة تقوله، بس كل شيء ماكو. أولها سيدتي والجمهور كان، أولها الاعتراف، نعترف بأنه أكو فساد. كل مجتمع وسياسة وسلطات عامة يقولون أكو فساد، بعدين نتحول شنو؟ شلون نحاول نحتوي الفساد؟ يعني جريمة الفساد جريمة تتوالد. أي بس هو الكل معترف أكو فساد. أنت هسه شوف كل الحكومات اللي شكلت ترفع أول شعار مكافحة الفساد، يعني هي معترفة مو ضمنيا علنيا أنه أكو فساد. اسمحي لي، فتش تقصد بمفردة الاعتراف؟ الاعتراف بمعنى السلطات الثلاثة والجهات الرقابية يقعدون يقولون يابا أكو فساد. والفساد وين؟ مو كلمة فضفاضة هي، الفساد وين؟ هل الفساد في الإدارة؟ الفساد في المال؟ الفساد في قانون العقوبات؟ نعم. بحيث يقصر من المساءلة؟ أم الفساد في مجلس النواب؟ في عملية التشريع؟ عدم تلبية المتطلبات؟ العراق جزء من العالم، وهو طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهذه الاتفاقية جزء من قانوننا الداخلي، هناك متطلبات يجب أن نلبيها، وهنالك التزامات على الدول، ليس فقط على العراق، على كل الدول، من أجل التعاون على وهنالك يعني على تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. زي. يبقى شنو؟ أكو قطاع الأعمال اللي هو
يعني قطاع الأعمال هو قناة لتسريب الأموال. هنالك التزامات على القطاع، شركات الأعمال، القطاع الخاص دوليا ووطنيا، وهناك إجراءات تتخذها الحكومة في آلية التعامل وتأهيل الشركات اللي تستفاد أو اللي تقوم طيب في تنفيذ مشاريع الدولة. طيب هذه النقطة واضحة، لكن اللي بقى عندك جانب الفرد، الجانب الفرد يبقى أنا كمواطن يعني كموظف حقيقة، احنا بدنا نحكي انطباع وأنا عندي موارد زين ومتحدث يعني بيها، وأنا عضو فريق خبرات من سنوات، عضو مجلس أعلام، عضو مراقب مجلس أعلام يعني مكافحة الفساد، بمعنى معلوماتي تعرفين جريمة الرشوة. يعني سنة 2016-17 كان المواطن العراقي يدفع دفع بحدود 20 مليون دولار عن طريق هابو 5000 و10000 مو هاي الرشاوي الكبيرة، كارت التليفون. هسه انت عندك معلومة معقولة الحكومات ما عندها جريمة الرشوة؟ جريمة أخلاقية قبل أن تكون جريمة انتهاك قانون، لأن هي جريمة ضد حقوق الإنسان. يعني موظف الخدمة العامة عليه مسؤولية أن يقدم خدمات ووفق وصف الوظيفي ووفق زين أستاذ سعيد حتى وضع القانوني. هسه احنا عندنا قانون وصل عندنا الرشوة، خلى خدمة أنا في قناة محترمة، يعني وصل عندنا الرشوة مو بس بالأموال، وصل عندنا الرشوة حتى بالابتزاز الجنسي، الفئات الهشة والضعيفة يبتزون جنسيا. هذا كله وهذا مؤشر، هذا منو كله يتحمل مسؤوليته؟ هسه حضرتك بدك تقول باعتبارك انت خبير تقول اكو ابتزاز من غير انواع، قام يتعدى الابتزاز المادي ووصل للابتزاز الاخلاقي. إيه؟ طيب فقط في مجال الرشوه العراق عنده اتفاقيه، والعراق اليوم عنده قوانين، والعراق عنده شريعه وعنده دين كمجتمع اتحدث تمنع هذه الظواهر، شلون استفحى للفساد لهذه الدرجه؟ هو لانه هناك تسامح سياسي، يعني تسامح سياسي مع جريمة الفساد. عندنا الإرهاب، هي الإرهاب اللي احنا كنا نعاني منه هي من مخرجات الفساد. طيب حقيقة من يمول الإرهاب؟ يا الأموال اللي كانت تسرق يمول الإرهاب. عموما اكو هناك مسؤوليات وفق مبدأ يسموه تكامل الأدوار، توزيع الأدوار وتكامل الأدوار، كل حسب مسؤوليته الدستورية والأخلاقية والقانونية. يعني هذه الأعمدة الثلاثة بما فيها أنا وأنت، كأنت جنابش كإعلام، أنا كمواطن عادي أيضا علي مسؤولية. طيب. يعني هسه جزء منه أخبار، جزء منه عدم ممارسة الفساد، جزء منه الصحافة الاستقصائية، جزء منه احنا كغير حكوميين شنو اللي يساعدنا بهذا الشيء؟ قد ما يكون هناك قانون حق الإطلاع على المعلومات، عندكم صحافة استقصائية ترصدون وتمطون وتوضحون للمواطن، وأنا كمواطن أعرف نفسي بأنه أنا حتى لا أكون جزء من الفساد لابد أن أعرف من معلومات عن الأداء العام لأكون جزء. إحنا درينا جزء من تعزيز النزاع. زهير إحنا درينا بها كوسائل إعلام، وبالتأكيد حضرتك كخبير وصحافة استقصائية، وإحنا درينا عن الجريمة. وين الفلوس؟ ردت مجموعة من الأموال. ومنو كشف هذه الجريمة؟ هي الحكومة كشفت. كشفت يعني لو ما كانت تريد تكشف ما تكشف. يعني السلطات السلطات الرسمية. طيب شنو الداعي؟ هي اللي كشفت. احنا كمواطنين نعرف، هسه متخصصين شو اسمه متابعين نعرف، ولكن ما عندنا الوثائق اللي نعلن نقول يا بها. نور زهير بالاسم وبالوصف وبالاموال. نور زهير فد عنوان، خل هذا عنوان خط امامي وخلفه ما خلفه. لحظه خط عنوان امامي لمنو ومنو خلفه؟ لا هي السياسه. شوفي حتى بدون استثناء اقول في العراق الفساد في العراق فساد سياسي، لا استثني منهم احد. طيب زين، لانه سياسي، ولكن هذا الفساد يمارسه افراد ام احزاب؟ هنا يختلف الحكي. افراد في اطراف سياسيه يمارسون الفساد. انت من وجهه نظرك ممكن شخص يسرق هذه المليارات بلا ما يكون عنده ظهر داعمه وسانده؟ فريق متكامل، اكو من ينقل، اكو من هيئ. شوفي احنا نحكي دائما هاي السرقه وما شابه،
سرقة بدأت وجود فراغ قانوني بأنه هذه الأمانات سنة 2015-16 بأنه يابا إحنا صار إجراء حكومي قال يابا إحنا نصير الأمانات المستوردين الشركات يدفعون أمانات طيب. ونسهل أمورهم بعدين نتحاسب وياهم. من تجي الشركة تتحاسب يعطلوها يبتزوها يجعجي بهذا الموضوع حتى الناس تعرف الحقيقة. نعم. يبتزوها ما شابه بهيئة الهيئة العامة للضرائب. بعدين هذه العملية تقادمت يقال بأنه صدروا وكالات لهذه الجهة وتلك حتى يسحبون الأمانات وما شابه تم سحب الأمانات وفق القانون ولكن يعني بدون إبلاغ السلطات العليا في وزارة المالية. ليش تبلغ غير المفروض وزارة المالية والجهات العليا عندها جهات رقابية تابع تراقب الجهات الرقابية في هذه الفترة يعني من يعني من نهاية 19 لحد اليوم تم إلغاء الرقابة الاستباقية اللي هي مكاتب مفتشين ولذلك الحكومة استشعرت بالخطر ولضرورة الرقابة الاستباقية أعادت يعني وفق صلاحياتها الدستورية أعادت الرقابة الداخلية وانطتها نوع من الحياة وحمتها ومكنتها. احنا مشكلتنا هسه اللي بوقله 100,000 اللي بوقله 100,000 مثل اللي بوقله 100 مليار يعني احنا مشكلتنا هذه المشكلة. القانون الفراغ القانوني وعدم انفاذ القانون اللي يسرق دينار اللي هناك فراغ قانوني يسمح بدينار وبمليون وبمليار نفسه هي سرقة. هذا الوصف القانوني بعد ليش تطبق على الفقير ما تطبق على حيتان الفساد؟ ايش قلنا احنا؟ قلنا اكو حمايه سياسيه. هسه اخاف احكي يقولون هذا الحكي ميله. يعني ليش فلان عندما يصير تضخم عنده اموال يصير ضغط؟ هذا صار. يصير ضغط على هيئه النزاهه ويدزون على كادر هيئه النزاهه انت ليش قاعد تسال؟ منه هذا اكو تضخم بالاموال. صارت لولا صارت زين ايش قد غيرها ما معلن هواي اكو اشياء ماما لكن سؤالي اليوم هيئه النزاهه جايه تشتغل والمواطن تلمس هذا الشيء بدها تشتغل شوفوا هيئه النزاهه يعني اليوم بدها تشتغل وبامكانات محدوده ماليا محدوده بشريا وجهودها محدوده ومحكومه وفق القوانين النافذه لان تحتاج الى تعديلات قانونيه إلى تشريعات لتعزيز النزاهة. اليوم هيئة النزاهة قاعدة تشتغل ملاحقة سيدتي. ملاحقة من منو؟ لا هي تشتغل ملاحقة للفساد. أي ملاحقة للفساد. طيب إيه بس أنت تقول لا أموال ولا أفراد وتقول إمكانيات محدودة. إذا هيئة النزاهة بالفساد اللي عندنا وبحجم الفساد وفق الجريمة اللي عندنا أي إمكانات محدودة إذا من يجب أن يعطي إمكانات كبيرة لهيئة النزاهة أحسنتم. حتى تشتغل وتهدم لنا هذا الفساد سؤال جدا رائع جدا ممنون لك شكرا ابتداء احنا من نحكي على إدارة المعلومات وحتى ندمج المواطن يصير جزء من عملية تعزيز النزاهة وبالتالي مكافحة الفساد لاحتواء جريمة الفساد يحتاج معلومات ولا لا؟ طبعا يحتاج ليش تقيد المعلومات؟ مثلا اخطر قطاع شنو؟ قطاع الامن دفاع التسلح صحيح اذا الشركه اللي تسلح العراق تنشر جزء نسخه من العقد مالها زين انت يا وزاره الدفاع يا وزاره الداخليه ليش ما تخلون الرابط مالكم في الرابط لهذه الشركه خلوها يا بالمتابعين اللي يروح خليه يروح هذا جزء من الشفافية هذا جانب زي. أكو قيود على المعلومات نعم أكو قيود الأمنية والاستخبارية المخابراتية الجنائية المعلومات القرارات يعني التحقيقات القضائية الغير محسومة إدارة المعلومات في زمن الكوارث المعلومات المعلومات الشخصية أيضا السياسة النقدية سيكون تحكي بالسياسة النقدية السياسة النقدية أيضا عليها قيود وفق اتفاقيات دولية يعني عندنا ارتكل 19 يحدد هذا الشيء هو هاي النقطة احنا اللي قبلها اللي من الممكن ان نعطيها للمواطن زين ليش ما نحكيها؟ انا اقول لك ليش ما نحكيها؟ اكو نظرية تقول انه كل اللي تفضلت هسه انت به ومن ضمنها السياسة النقدية ماسكين عليها جهات خارجية من فوق
لا تتحرك، لا تتنفس، لا تكافح، لا تسوي. احنا عندنا اهلنا الى اي مدى تتفق مع هذا النظريه؟ الباب تجي منه ريح سده وسريع. اني ارتب بيتي واضبط الباب الان. خل احكيكم هذه المعلومه. العراق نحو المنطقه البيضاء في عمليه تهريب وغسل الاموال وتمويل الارهاب. الاجراءات اللي اتخذتها الحكومه مع انه اثرت علينا في الحياه بشكل عام ولكن بشكل اخف، كنا نتوقع اكثر. العراق كان في منطقه الرماديه في والامارات ايضا، حتى مو بس احنا، لان عمليه غسل تحويلات تهريب الاموال، غسل الاموال وتمويل الارهاب. هاي كانت هسه الان اكو احتواء للجريمه العابره للحدود الوطنيه اللي هي المخدرات مثلا، تهريب النفط. زين. وهكذا جرائم الاثار، تهريب البشر. هن خمس جرائم هي هاي للحدود الوطنيه. كل ما ترتفع امكانيه سياده القانون وانفاذ القانون بعداله وصرامه على الجميع بدون تمييز، كل ما ترتفع مستوى الدوله، يعني السلطات كافه، ويؤثر على الحياه اليوميه للمواطنين. احنا شو نسميه؟ نسميه راح يساعد على تحسين جوده الحياه. شوف مساله يعني بهذا الوضوح. ولذلك انطيش انطيش قانون لا عندنا قانون العقوبات. نعم. القضاء يحكم بالقانون الحالي، يعني يقدر القاضي يفتي من يمه؟ اكيد. هسه اكو الجانب الانساني، متاكد هو القاضي، اي قاضي بدون استثناء الجانب الانساني هو الغالب. ولكن اذا هنالك جريمه، اذا هنالك جريمه يحكم به بالقانون، قانون العقوبات. طيب مجلس القضاء الاعلى ورئاسه الجمهوريه في وقتها قدموا قانون جديد للعقوبات ليتلائم مع التزامات العراق في مجال الحقوق، مجال المراه، مجال ومجال مكافحه الفساد. صار من هذا القانون؟ ماكو اسمح لك مجلس النواب. زين المشكله اذا مو عندنا بالقوانين، احنا عندنا قوانين. لا المشكله مو كافي، لان هنالك افعال غير مجرمه. يعني هسه مثلا استغلال النفوذ السياسي مجرم؟ لا ما مجرم. استثمار النفوذ السياسي مجرم؟ اي نوع من النفوذ، فقط يروح على الاداري. الاداري ليش يقول لك وزير مدير عام يستخدم نفوذ الاداري؟ اذا هاي المشكله اليوم ترميها في ملعب البرلمان العراقي. احسنتم، مو احنا قلنا توزيع ادوار وتكامل الادوار. الحكومه السلطه التنفيذيه تقدم مشاريع القوانين اللي تسهل عليها اداء مهامها وفق برنامج الحكومي، على مجلس النواب ان يشرع القوانين. يقول له استرداد اموال، طيب مو انت عندك قانون استرداد الاموال صار ايش قد مقدم لكم؟ صار 3 سنوات مقدم لكم يا مجلس النواب. احنا ليش ما عندنا قانون من اين لك هذا؟ ليش ما مفعل على ارض الواقع؟ سيدتي اكو صار تعديل سنه 2019. زين. تعديل لقانون هيئه النزاهه. الماده 16 17 18 خلي آلي. اولا ماده 16 وضعت الوظائف الاكثر عرضه للفساد. هذه يجب ان تكون مراقبه، يعني مو بس الوزير والمدير العام. هيئه الجمارك وغير هذه الامور. موظف بالجمارك، يعني يمكن الموظف اللي بالجمارك اخطر من رئيس هيئه الجمارك. اي بس ما شفنا احد. يعني مثلا سعيد منو شفنا احنا هذا حجم الفساد؟ هسه اليوم منو شفنا داخل سجن؟ منو شفنا اعدم بجرائم الفساد؟ منو شفنا كان قدام الناس يا بهذا حوت من حيتان الفساد واحنا اخذنا حقكم يا المواطنين؟ ما شفناها. شوفي احنا انا وياك كاعلام كمجتمع نحكي عن موجوده بالادبيات يسمونها النزاهه الانطباعيه. زين. طبعا كل من بتخصصه، المهندس عنده فد انطباع عن تنفيذ هذا المشروع الميكانيكي، هذا المشروع في الهندسي الانشاءات وما، يعني عندنا نزاهه انطباعيه كافراد. عندنا نزاهه انطباعيه بانه هذا حيطعوج. بس بعدين يجي يتفلش يرجع يعيدوه مره ثانيه، مثلا هذا الشارع كذا سمكه كذا، هاي يسمونها نزاهه انطباعيه. النزاهه الانطباعيه ما بيها وثائق، بيها منظور للناس، يعني اصحاب المصلحه نسميهم الاونر شيب، اللي هم المستفيدين من تمليط هذا الشارع، من هذه البنايه، بهذه المستشفى، هذا المرفق الخدمي. طيب. ماشي؟ هالنزاهه الانطباعيه عندما نروح على المشروع ما نعرف ايش قد رصيده، والجهه القطاعيه ما تعلن رصيد هذا المشروع، يعني ايش قد تخصيصه،
زين طيب أنا إذا كمهندس أو كخبير إذا عرفت هذا المشروع تخصيصاته ألقد، إذا عرفت راح أقارنها بالمعايير الدولية نشوف بها التضخم، وهي مفردة يشوف بها التضخم في الأسعار، وهذه مادة كشفتها هيئة النزاهة في أكثر من قضية في الحكومات المحلية وفي تجهيز في قطاعات كثيرة منها الصحة منها التجارة منها منها أكو سؤال متداول بالشارع. وجودة المنتوج، يعني عندما التجارة يقولون هنالك نوع من السلع يعني غير صالحة لاستخدام البشري، مثلا حتى نحكي نقطة يعني في إحدى المحافظات بالديوانية اشتروا ب40 مليون فاسلين، يعني بالعائلة كلها نجيب لها نجيب عبوة صغيرة تكفينا سنة، ما معناه اكو هنالك ابواب لتسريب الاموال، ولذلك نعم. الحكومه عندما راجعت نفسها بعدين السؤال الاخر بالرقابه الداخليه احكيكم اياه. زين انا هسه بس بدي اسالك، لازم اختم الملف الاول اليوم، لو اكو محاسبه لحيتان الفساد ولو اكو تطبيق القانون وعدم التهاون في تطبيقه، كان وصلنا لهذه النسبه من الفساد؟ لا، اليوم عمليه الردع حقيقه يعلمون اللي اصغر من عندهم يا بتهاون على القانون طريقك اخضر. ما سيدتي تسمع على رئيس هيئه النزاهه قاضي بدرجه وزير وتحاسبون وياه، يقول لك شلون ترفع؟ زين البقيه ايش يسوون؟ اللي احنا ما نعرفه هذا اللي طش عندنا ووقفنا ويا هيئه النزاهه بي. كم واحد شال تليفون على رئيس هيئه النزاهه وعلى دائره الوقايه يقول له انت ليش تدس على فلان؟ زين هسه الان شغله بسيطه، أنا طفل ابن بغداد. نعم. أمشي ويا شاطئ دجلة. الآن هسه ما أقدر أمشي شاطئ دجلة. أقدر أمشي كنت قبل نروح للشاطئ وش اسمه نمشي ويا شاطئ دجلة. مشكلتنا راح تنحل لو لا؟ لا تنحل إذا توفرت الإرادة. أي. وبالإضافة للإرادة تترجم هذه الإرادة السياسية تترجم إلى مجموعة من القوانين. نعم. والأنظمة وتكليف الخبرة والكفاءة والنزاهة والحياد والقدرة على التنفيذ في الوظائف الحكومية، ويكون هنالك سيادة قانون وتشكيل قوة قانون دعم جهات إنفاذ القانون، يعني الشرطة بكل تخصصاتها، الواحد مدير عام مدير استخبارات راعدنا الله يخليك عميد نتيجة نزاع عشائري قبل شنو نفوت يم الشرطي نوقف هسه الآن عميد، المهم فجزء من جهاز إنفاذ القانون، فعد ما يكون هنالك دعم لجهاز إنفاذ القانون وهناك جهات تحقيقية متمكنة ومتدربة ومرفوعة القدرات والكفاءة، هذه كلها وإحنا كمواطنين نساعد على هذا. لا. جزء منا إبلاغ، جزء منا إخبار، جزء منا التزام، جزء منا كذا. تعرفين النزاهة وين تبدي؟ من الطفل عندما نحافظ على نظافة المرافق العامة بالمدرسة، عندما مندب زبالة بالمدرسة بساعة المدرسة وندي يعني نهتم بالشارع ونهتم بالترافيك لايت. ليش؟ نشأ. ليش؟ ست فراح المدرسة مدرستي، الدائرة دائرتي، نقول دائرتنا نقول بيتنا نقول منطقتنا ونقول الوطن وطننا، الوطن وطننا صحيح. شنو المشكلة؟ فبمجموعة عندما تنزرع المواطنة في نفس هذا الفرد. نعم. هنا علينا نمارس مسؤولية المواطنة، يعني أنا من نروح انتخابات أبيع صوتي 50,000، يعني هي مسؤولية متكاملة، يعني شاركت في الفساد ولا؟ بكل تأكيد. أنا أشكر حضرتك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به من هذه الإيضاحات، شكرا جزيلا أستاذ سعيد ياسين الناشط في مجال مكافحة الفساد، حياك الله وشكرا جزيلا. إذا إن شاء الله إن شاء الله في الفترة القادمة أكو هناك هيئة الرقابة الداخلية. نعم. وليس بديلا عن مكاتب التفتيش، ولكن برؤية جديدة نأمل أن هذه المبادرة بإذن الله راح يكون لنا لقاء آخر لتسليط الضوء على ما تتفضل به أستاذ سعيد. شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به. إذا مشاهدينا ومتابعينا نذهب الآن إلى التغريدات، وأبرز التغريدات المطروحة على منصة إكس بشأن حفلات التخرج في الجامعات العراقية.
والآن ننتقل وإياكم إلى استطلاع لأساتذة الجامعات بشأن حفلات التخرج في الجامعات العراقية. الحقيقة نشاهد بعض الحالات غير اللائقة اللي نشاهدها في بعض حفلات التخرج. وجه معالي وزير التعليم العالي المحترم والمتمثل بجهاز الإشراف والتقويم على إعادة أمجاد الجامعات حفلات التخرج الرسمية. السنوات السابقة شيء حلو، حفلات داخلية، لكن السنوات الحالية أو السنة الحالية نوعا ما خرجت عن المألوف. جامعات دابت على إقامة يوم رسمي واحتفال رسمي، وهناك أيضا حفلات خارج الجامعات، لكن بالتأكيد نتمنى أن تكون هذه الحفلات دائما ما تكون تحت كنف وتحت سماع وتحت خيمة الجامعة أو الكلية. نفتح الملف الثاني وبداية الحوار نرحب بضيفتنا العزيزة الدكتورة نداء الكعبي رئيس منظمة مستقبل، ونتحدث معها عن حفلات التخرج الصاخبة في الجامعات العراقية. حياك الله دكتورة. حياك الله سيد فرح، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، شلونك حبيبتي؟ شلون صحتكم؟ الله يخليك، الله يسلمكم. دكتورة، واضحة الصورة عندك عن الحفلات الصاخبة والغير مقبولة في الجامعات العراقية، شنو اللي وصل الطلبة اليوم لهذه المرحلة؟ يعني التلميذة والطالب يرقصون بهالطريقة الصاخبة والغير مقبولة من قبل المجتمع العراقي. تحية لحضرتك ومشاهدي قناة الأيام الكرام. حقيقة يعني هاي حفلات التخرج هذه أصبحت يعني مشكلة في ظل التغيرات الكبيرة اللي عندنا بالمجتمع. اليوم احنا ست فرح حقيقة يعني قضية التخرج وقضية سلوك الطالب بالحفلات التخرج هو انعكاس يعني هذا التصرف انعكاس السلوك، بالتالي هذه التغيرات المجتمعية هي واضحة عندنا بالمجتمع. يعني اليوم هاي التغيرات مو فقط على الطلاب، يعني الطلاب نموذج من التغيرات اللي تصير عندنا، الأعراس، الحفلات التخرج، يعني صرنا نشوف أشياء جديدة ما كانت سابقا. يعني أنا قبل كم يوم كان عندنا حفل تخرج طلبتنا، يعني افكر يعني اشوفهم لابسين هاي البدلات اللون واحد، وهيك فكرت بذوي الدخل المحدود هذول، يعني شلون الله يساعد الاب اللي عنده 3-4 اولاد لازم يجيب لهم قاط، يوفر لهم القاعه، لازم التصوير، بس الموسيقى، ما ادري كل هذا. كل هذا صحيح، لكن دكتوره حضرتك تقولين انعكاس ببيته، مو انعكاس في حرم جامعي الى قواعده والى اصوله والى المقاليد المتعارف عليها. صحيح. اليوم مشكلتنا وين؟ شلون الجامعات تسمح بهكذا حفلات، بهكذا تصرفات مشينه؟ انت عندك حريه التعبير، اوكي انا اتفق معك في حريه التعبير، لكن مو بهالصوره. يعني هي الجامعات هم يعني هم من ضمن المنظومه، احنا هوايه اشياء عندنا تغيرت، يعني الاستاذ تغير عن هو أستاذ، الطالب مو هو طالب مثل قبل. نعم. الجامعات نتفاجئ أنه الطلاب هذا يعني المظاهر، الرقص والموسيقى، يعني احتفل أفرح بس بطريقة لائقة، طريقة تناسب مثل ما ذكرتي حضرتك الحرم الجامعي، تريد تحتفل بعد بطريقة أخرى يعني ببيتك بالقاعة، شلون أنتم تنظمون الاحتفالية؟ بس هي يعني المشكلة أيضا إحنا مرات بالشخصية العراقية شيء وسط ما عندنا، يعني اما حتى افراحنا بصوت عالي يعني هي شويه هاي المشكله انه احنا ما عندنا شيء الوسطيه هذه شويه. اي بس المفروض عندنا قانون، عندنا قانون ينظم هذه التصرفات، عندنا قانون يفترض هاي الجامعات، يفترض الجامعات انه من الطلبه ينسقون موعد الصوره يعني التخرج، اكو يعني هناك يعني المشرف التربوي، الإشراف التربوي عندنا بالجامعات، الباحثين الاجتماعيين يتابعون هذا الموضوع. يعني إذا نشوف مظاهر يعني كلش يعني بعيدة عن السلوك الجامعي إطلاقا، بعيدة عن سلوك الطلاب، ما أدري يعني هاي التغيرات الجديدة بدها تنعكس على واقع الحرم الجامعي، دخلت وصارت كأنه عادات، يعني صارت تحولت إلى سلوك معتاد، يعني مو في السلوك. دكتورة، من المسؤول عنها؟ اليوم يقال أنه الجامعات، بعض الجامعات، وهنا أرفض لغة التعميم، هي مسؤولة عن هذه الحفلات الصاخبة بهذه الطريقة. اليوم جايدة يقدم محتوى ينقل للعالم على أنه طالب العراقي هيك يرقص بهالوضعية. صحيح. صحيح. طيب ما هذا يؤثر على التعليم ويؤثر على سمعة الجامعات العراقية، يؤثر على المتلقي عندما يشاهد هيك،
وين هيبه التعليم دكتور؟ يعني انا اقول لحضرتك بصراحه اكو بعض الجامعات اليوم يعني مثلا الطلاب الشباب يروح مثلا جامعه معينه ليش؟ يقولك بيها بنات حلوات ولبسهم فري وشويه مو مثل باقي الجامعات الاسلاميه او الجامعات الملتزمه. فهذه اكو جامعات تدرين حضرتك التعليم الاستثمار يعني الجامعات هو استثمار مشروع استثماري. نعم. حتى وان كان بالتعليم زين، بالتالي هم يردون يستثمرون هذه يعني يقولك هذا مشروع استثماري يتيح الفرصه للطلاب ننطيهم قدر من الحريه حتى يكون اقبال للطلبه علينا على الجامعات. يعني مثلا هي اسعار الهندسه الطب الاداب تكون اسعار موحده تقريبيه يعني باغلب الجامعات، بس اكو طلاب يفضلون جامعه عن الثانيه يقول لا هذه بناتها لبسهم حلو، هذه بناتها حلوات، هذه بناتها فري، وهذا ايضا هذا نعم. اتجار اليوم. نعم. اليوم صار التعليم هو تجار، مستثمر مستثمر راس المال يعني هو بمشروع استثماري يقول دعه يعمل دعه يمر. بالتالي بالاستثمار ماكو قيود. وين نرجع القيود؟ القيود على الوزاره، القيود الوزاره انه هي تضع قيود على الجامعات، الوزاره انه تتابع سلوك هكذا جامعات، والجامعات ايضا وان كان مشروع استثماري تبقى عليهم مسؤوليه بالتالي ادبيه واخلاقيه. بس دكتور مجتمعية. احنا نقول الحرم الجامعي، يعني منزله الجامعه من منزله الحرم، هذا شيء له قدسيته العلميه والتعليميه. طبعا مهم طيب جدا. طيب انت اليوم يا طالب او تريد تروح ترقص ارقص، لكن ليش بالحرم الجامعي؟ انا هذا ما اسال عنه. الجامعه منطيته الحريه، الجامعه منطيته الحريه ومطيتهم هكذا حريه. بعدين صار تعويد. يعني اليوم هذا الطالب اللي يرقص او موسيقى او اي مظهر يعني قد يكون غير لائق، هذا مو اول مره، صار احنا عده سنوات يعني صارت شبه عاده عند الطلبه. فصار تعويد مو فد شيء جديد. احنا لو من الاول هكذا ظواهر من الاول شايفيها ومنتقدين هكذا ظواهر وقايلين هكذا ظواهر غير مناسبه، بالتالي هكذا الظواهر يحد منها المجتمع وتكون قليلة. لكن هذه الظواهر تحولت من ظاهرة إلى تعويد إلى عادة. زين هسه إذا هذا الجيل وجيل واعي يعني إلى فكرة عاصر داعش وأحداث داعش وصلنا إلى هذا الانحدار، طيب حضرتك تقولين تعويد، بعد 5 أجيال إيش راح يسوون التلاميذ؟ أي مهمة طبعا، من صار تعويد بعدين صار إلى سلوك، هذا السلوك يصير انطباع، انطباع بالمجتمع وتطبع والمجتمع متعود عليه، فهي قضية تدرجية. احنا لو كان يعني هكذا سلوكيات كنا من الاول حدينا من عندها، الجامعات حدت من عندها، على الاقل هسه ما تستمر تقل. لكن هي الاستمرارية فيها وزيادة بالاستمرارية، يعني صارت كل سنة ابتكارات جديدة. زين ابتكارات جديدة، الضابط وين؟ منو لازم يخلي هذا الضابط؟ الجامعات طبعا، الجامعات إدارة الجامعات اليوم، الجامعات يعني فيها بيها المسؤول المساعد الإداري والمساعد العلمي وبيها مسؤولين دكتورة عن تنظيم يراقب أداء أنشطة، بيها الأنشطة الطلابية كلها بيها لجان. اليوم من يراقب أداء الجامعات؟ اليوم الجامعات إذا أخفقت غير أكو جهة تنظم عمل الجامعات وتعطيها نعم الأوردر والأوامر. صحيح، الوزارة وحتى الجامعات الأهلية بيها قسم للتعليم الخاص أو التعليم الأهلي. نعم. بالتالي دائما أكو لجان تابع يعني من قبل الوزارة تابع الجامعات حكومية وأهلية. زين شو بس يفترض أن الجامعات أصلا حتى ما تحتاج متابعة من الوزارات، لأن بالتالي هو عملهم هو مو فقط اليوم إحنا عملنا بالجامعات. يعني انا دائما نتحدث ويا الاساتذه بالجامعه، احنا نقول عملنا يعني من زمان عدينا مرحله العمل التعليمي فقط والاكاديمي، احنا عملنا تربوي بالدرجه الاولى قبل لا يكون تعليمي واكاديمي. ليش؟ لان احنا اليوم يجينا الطالب من الاعداديه يعني ست فرح طلاب نختلفهم عن قبل، يجينا الطالب من الاعداديه هو حتى ما يعرف شلون يرد على الاستاذ، شلون يكلم الاستاذ، شلون يوقف. يعني تخيلي يعني مرات طلاب مرحلة رابعة يجي يدخل للمحاضرة للقاعة ما شايل لا قلم ولا دفتر. زين هذا الطالب يعني واحد شي يسوي له؟ تدرين اني وصلت مرحلة اكتب للطلاب اول ما ادخل وهي بسم الله الرحمن الرحيم على السبورة، تعرفين حضرتك شنو اكتب؟ شو تكتبي؟ اكتب ملزمة زائد دفتر زائد قلم تساوي طالب. هذه اكتبها بالبدايه تكتبيها للتوضيح. اي طالب يدخل الي اقول له وين المستلزمات؟ يقول لي دكتوره ناسي. دكتوره انا اتذكر قبل سنوات ليست بالبعيده وكنا طلبه الجامعات، من كنا نروح للجامعه اذا ارتكبنا مثل الاخطاء اللي تتفضلي الطالب يطرد من الجامعه.
مو احنا بس يعني اليوم الطالب يسوي اشكال الوان ما يحكي وياه لا العميد ولا الطالب. للاسف هو للاسف بالمشاريع الاستثماريه اغلبها الحلقه الاضعف في العمليه التعليميه هو تدريسي الاستاذ، لان يقول لك الطالب دافع قسط، بالتالي الطالب من دافع قسط هو هذا احنا لازم نبقى ندير بالنا عليه حتى لا يترك الجامعه يروح الجامعه اخرى. وفي احيان كثيره احنا كتدريسيين احنا يفترض نحتوي الطلاب، يعني ترك الجامعه وترك المشروع الاستثماري، انا الطالب اذا يعني كل ما يجي هو يعني ما جايب ما مهيئ مستلزمات الجامعه انا راح اطلعه راح وين يروح؟ راح يروح للحديقه ما حيستفيد ويسمع، لكن اذا اخليه يدخل ويقعد ويسمع مني كلمتين واحتويه قد يكون يراجع فكره ويتغير، يحب الاستاذ اذا ما يحب الماده يحب يسمع من الاستاذ، بالتالي احتويه احسن مما يروح ويقعد بالحديقه. زين هسه احنا بهذه المعطيات ايش راح نسوي؟ يعني وين راح تنحدر حفلات التخرج وبيا زاويه راح تصير بهذه المعطيات الحاليه؟ علينا انه نهتم بشبابنا، احنا شبابنا حتى اذا ما احتفلوا داخل الجامعات ممكن يحتفلون بالخارج، بالتالي هذا سلوك هو غير مرضي سواء بالجامعه او خارج الجامعه، يعني ما مناسب للشاب العراقي، بالتالي شبابنا يحتاجون من عندنا انه احنا نحتويهم، مو فقط دائما نعطيهم املاءات ونصائح، لكن احنا حقيقة ستفرح منظومة القيم المجتمعية عندنا تحتاج إلى أن نتابعها، تحتاج إصلاح، وهذا مهم جدا، ومو تبتدي من الجامعة والطالب الجامعة وده يتخرج نعلم الألف باء السلوك الصحيح، لا تبتدي من الابتدائية. وانت حتى لو علمتي اليوم عندك مواقع تواصل اجتماعي ده تهدم دكتور. اي احنا ما عندنا نتحكم بالمعلومة توصل للأبنائنا، هي هاي المشكلة، احنا قبل كنا قناة واحدة والمدرسة والبيت. أو كنا ندرس الأولاد وينامون ساعة بالستة بالسبعة، هسه يا طفل ينام بالوحدة بالثنتين، يتكفخ ويترزل وما ينام ويبقى مفتح عينه ومغمض عينه والتليفون حاضر. إلى أي مدى صار التعليم؟ من التحديات اللي تواجه المجتمع. إلى أي مدى صار التعليم في العراق عملية تجارية؟ يعني خب هو الاستثمار بالتعليم موجود وهو هذا مو شيء سيء انه الانفتاح والاستثمار بالتعليم، لكن هذا الاستثمار يفترض إلى محددات. ان نعوف يعني الطريق مفتوح امام الاستثمار بدون محددات بدون ضوابط هذا الخطر، ومو دائما الضابط هو دائما المتابع الحكومي، يفترض الضابط نفسه هي الجامعات من اجل ان تقدم خدمه حقيقيه للمواطن وللمجتمع. يعني الجامعات الاستثمار بالتعليم هو بخدمه مجتمعيه. بس حضرتك تفضلتي بنقطه جدا مثيره للاهتمام وهي قلتي دا تقدم الجامعات هذا النموذج لجذب بعض في الطلع. احيان بعض الجامعات نعم شلون راح تقضي عليها اذا دا تقدمه نموذج لجذب الطلاب؟ والله عندهم حفلات حلوه لازم نروح لهذا الجامعة. مشروع استثماري مثل ما اكو مستشفيات مثلا هي مختصه بالتجميل، مشروع استثماري اكو مثلا مستشفى يقول لك المريض الا يدفع مقدم فلوس يلا ندخل نسوي عمليه رغم انسانيه المريض ما عنده هيك، فالمشروع الاستثماري حسب معطيات هذا المشروع. والله يا دكتوره لكن اكو جامعات تقدم خدمه حقيقيه وفعلا جامعات اهليه ومن احسن الجامعات. بس يا دكتوره دا نشوف العجب بحفلات التخرج. اي نعم دا نشوف اشياء يعني ما مقبوله صحيح ما متعودين عليها، للأسف الطالبة تتصرف تصرفات غير مقبولة نهائيا والطالب كذلك، يعني طالب يرقص بهالطريقة الفظيعة هذه والله فرحان بالتخرج. هي ست فرح ترى مو بس انتم لان شفتوها بالصور وبمواقع التواصل الاجتماعي، يعني اكو مظاهر ومناظر وتصرفات وسلوك للطلاب يعني بعيدة كل البعد عن السلوك الجامعي. احنا صرنا اليوم كتدريسيين اصلا اقول للطلاب اني ما اهتم بالتعليم بقدر ما اهتم بالتربيه، انا اللي يهمني انتم تكونون اعضاء وافراد صالحين بالمجتمع، امهات واباء المستقبل. بس انتم كتدريسيين توجهون لهم نصائح قبل حفلات التخرج؟ احنا يعني صرنا نقول لهم ممنوع الردس اكثر مما ندرس، صدقيني نعلم اكثر مما ندرس، وهي مو بس اني، اغلب الاساتذه والاستاذات، وهذه في غرفنا في اروقه الاقسام والغرف الاساتذه احنا نقاشنا الطلبه وسلوكهم وشلون نعدل سلوك الطلبه وشلون نغيرهم لان بالتالي هم ابنائنا. لا انا اقصد قبل حفلات التخرج تجتمعون ويا مثلا ممثل الشعبه وتتحدثون وياه تقولوا له مثلا ممنوع الرقص، ممنوع التصوير بطريقه غير مقبوله، ممنوع الاغاني الصاخبه، هل يكون هذا التواصل بين التدريسيين وبين الطلاب؟ اي طبعا احنا دائما نحكي وياهم يعني والحمد لله احنا جامعتنا يعني
من أهدأ الجامعات الأهلية، ودائما إحنا محتوين الطلبة يعني نتحدث وياهم وهم همات يعني. صحيح سالبين راحتنا بالاستراحة، كل شوي يجونا كل شوي يسألونا بموضوع، لكن هم يعني آراءنا تهمهم. لذلك إحنا كان عندنا قبل يومين ثلاثة حفلة تخرج الطلابنا، يعني هو كان لبسهم حلو وسلوكهم راقي وإحنا وياهم وياهم. أنا عندي أدرس مادة حقوق الإنسان، فأقول للأساتذة انطوني هاي المادة وحتى للقسم من الأول، حتى أنا بعد أبني لكم الطلاب أربع حتى أختم وياك. باعتبارك أنت تدريسية بمجال حقوق الإنسان، منع هذه الحفلات مع أو ضد حقوق الإنسان؟ لا، منعها هو هي هذه ما تأثر على حقوق الإنسان، يعني إذا نمنحها. بس اليوم من حق أي إنسان يحتفل يفرح يحزن، لكن في إطار العادات والتقاليد المجتمعية، وهذا بطريقة تليق بمكان المجتمع. احترام المجتمع واحترام المكان هو هذا المهم. شكرا جزيلا دكتورة نداء الكعبي، رئيس منظمة مستقبل الوطن، نورتينا وشرفتينا في حلقة اليوم. حياك الله، ممنونة جدا من حضرتك. إذا مشاهدينا ومتابعينا، نأتي إلى ختام حصادنا بموجز يلخص أبرز أخبار اليوم. الشيخ همام حمودي والحلبوسي يؤكدان أهمية الحوار والتوافقات في استقرار العملية السياسية. السوداني يعلن عن حزمة مشاريع خدمية وصحية في سنجار وغرب محافظة نينوى. رئيس الجمهورية يؤكد لبلاس خارد حرص العراق على التنسيق والتعاون مع المجتمع الدولي. رئيس مجلس القضاء الأعلى يؤكد من مدريد أن استقلال القضاء الحقيقي ساهم في تعزيز مبدأ سيادة القانون. وأخيرا، مستشار الأمن القومي والأمين العام لمجلس الأمن القومي التركي يبحثان ملفات الأمن والمياه وضبط الحدود. إلى هنا نأتي إلى ختام حصاد اليوم، شكرا على كرم وحسن المتابعة، وتصبحون على خير.